الأسبوع اللي فات ورفعت لكم المحاضرة اللي زميلكم بعتها وقلت لكم حلوا المثالين بالطريقتين. المثالين اللي أنا حليتهم قلت عايزكم تحلوهم بالطريقتين، بالبايسكشن ميثود وبالفولس بوزيشن ميثود، وتقول لي إيه تعليقاتك على كل طريقة، مين الطريقة الأسرع، مين الطريقة اللي الأكيورسي بتاعها أعلى. وانا قلت لكم سولف، انا كاتب لكم كده في على المنصه، فما اعرفش اذا كان حد نفذ ده ولا لا. النهارده هناخد طريقتين تانيين اللي هم اخر طريقتين في الشابتر. الطريقه الاولى اللي هي تعتبر بالنسبه لنا الثالثه، الفيكسد بوينت اتريشن ميثود، طريقه او بيسموها السمبل اتريشن ميثود. لاحظوا احنا بنتعامل مع معادله جبريه او مسترسله بالفورم دوت، اف اوف اكس بصفر ده اللي بيبقى معطى، وانت بتشتغل خطوة اضافية بتحصر الجذر في فيكسد سب انترفال على خط الاعداد. فبقول الخطوة اللي انا عملتها اللي هي بفرض قيم عشوائية للاكس لغاية ما يحصل تغير في اشارة الدالة من سالب لموجب او موجب لسالب، فبقدر اجيب السب انترفال اللي بتشتمل على الجذر اللي انا ببحث عنه. هفترض الجذر اللي انا بتكلم عنه اللي موجود داخل الانترفال هسميه ألفا. ألفا ده اللي هو الإكزاكت روت. ألفا الإكزاكت روت معناها إنها بتحقق طرفي المعادلة. فلو شلت الإكس وحطيت ألفا يبقى أنا عندي إف أوف ألفا بتساوي صفر. ده الإكزاكت روت. إحنا بنجيب أبروكسيمت سوليوشن طبعًا. عايزين نجيب حل بدرجة دقة مقبولة للجذر ألفا ده. الطريقة الجديدة بتعتمد على انه بياخد الفانكشن اف اوف اكس وبيجزاها الى تو بارتس، جزئين. طبعا انا ما بعمل اي عملية رياضية بتتم على المسألة المعطاة المفروض انها ما تغيرش شكل المعادلة. فكل اللي هو عمله اخد الاف اوف اكس وراح مجزاها الى جزئين، فصل اكس لوحدها والمتبقي سماه فاي اوف اكس. خد الاف اوف اكس دهيت وراح فاصل منها اكس والداله المتبقيه اللي بسماها فاي اوف اكس. لاحظ ان انت بتحل ايه؟ المقدار ده هو نفسه الاف اوف اكس، ومش عايزك تغير. يعني انت بتستخدم كل القواعد الرياضيه او القوانين الرياضيه بانك تفصل اكس من الداله اف، واللي يتبقى من هنشوف دلوقتي هنعمل الحكايه دي ازاي. انا عايز اطلع كده. خد الداله اف اوف اكس اللي هي المعادله المعطاه، هاخد الاف دهيت وافصل منها اكس والجزء المتبقي هسميه فاي اوف اكس. بتعمل العمليه دهيت وانت حاطط في اعتبارك انك ما بتغيرش شكل المعادله المعطاه. طب انا بعمل ايه؟ انا بحل المعادله اف اوف اكس بزيرو، يبقى ما زلت دبليو يساوي صفر. لو عرفت اعمل كده يبقى اصبح عندي اكس سالب فاي اوف اكس بصفر. طيب ما اطرحها للفاي الناحيه الثانيه يبقى اصبح عندي المعادله اكس بتساوي فاي اوف اكس. لو اخذت اي نقطه داخل السب انترفال اللي بتشتمل على الحل، يعني عندي الحل بتاعي موجود في الفتره من A لB، فباخد اي نقطه داخل هذه السب انترفال. فلو اخذت الاكس نوت اي نقطه اختياريه بتنتمي للفتره من A لB، بصوا اللي هيحصل بقى. هعوض بالاكس نوت في الداله فاي، يقوم يديني فاي اوف اكس نوت، يطلع الكلام ده وان بيساوي اكس 1. خدت الداله فاي بعد ما فصلتها من الداله الاصليه بعوض فيها بنقطه اختياريه، النقطه دي بتختارها انت بشكل عشوائي داخل منطقه الحل، ممكن تاخدها بايه، ممكن تاخدها ب، ممكن تاخدها باي نقطه في المنتصف، وبتعوض في الداله فاي. هيدي لك
قيمة جديدة. القيمة الجديدة دي هسميها اكس 1. طب اصبح عندي اكس 1 اعوض في الدالة فاي تاني، يوم يديني الفاي اوف اكس 1، القيمة اللي هتطلع هسميها اكس 2، اعوض بالاكس 2 في الدالة فاي يديني اكس 3، هستمر هعوض في الدالة فاي باكس ان ماينس 1 يديني اكس ان، اعوض بالاكس ان في الدالة فاي يديني الاكس ان بلس 1. الان ده هو الكاونتر بتاعي. اصبح عندي هنا اتريشن فورميولا. احنا كان عندنا معادله فجاه لقيت نفسك بتعوض في صوره تكراريه، عمال تجيب مجموعه من الاتريشنز اكس نوت اخترتها داخل الفتره، عوضت بالداله اكس نوت في الداله فاي فراح مديني اكس 1، اكس 1 ادتني اكس 2، اكس 2 ادتني اكس 3، لغايه ما وصلت الاكس ان بلس 1 بيساوي فاي اوف اكس ان. اكس ان بلس 1 ده هو الابروكسيميت سوليوشن اللي الطريقه حسبته. الاتريشن رقم ان بلس 1 جاب قيمه بيدعي ان القيمه ديت بتمثل الحل التقريبي للروت الفا اللي انا ببحث عنه. امتى اقدر اقول ان الحل التقريبي ده جيد، يعني تقريب جيد بالنسبه للالفا؟ لو جبت المسافه او الفرق بين الابروكسيميت سوليوشن وبين الاكزاكت سوليوشن، لو جبت القيمه المطلقه الفرق بين القيمتين ولقيت ان المقدار ده يروح للصفر لو الان راحت لما لا نهايه، يعني لو اشتغلت عدد كبير من الاتريشنز ابص الاقي ان الابروكسيميت سوليوشن المسافه بين الابروكسيميت والاكزاكت المفروض ان هو هيوصل للصفر. طبعا انا مش هقدر اوصله للصفر، لانك لو وصلت المقدار ده للصفر معنى كده ان انت جبت الابروكسيميت بيساوي الاكزاكت، ده هدفنا. انما براكتيكالي انا بجيب حل تقريبي بدرجه دقه معينه. انما اللي يقول ان الطريقه بتاعتي جيده هو ده، لو جبت الابسوليوت فاليو للابروكسيميت سالب الاكزاكت الاقي ان ده بيساوي فيري سمول نمبر، والفيري سمول نمبر ده هيقول للزيرو لو العدد بتاع الاتريشنز كبرته وصل للملا نهايه. طيب الابروكسيميت سوليوشن هو الاكس ان بلس 1 والاكزاكت سوليوشن هو الالفا، يبقى انا عايز الابسوليوت فاليو الاكس ان بلس 1 سالب الالفا يروح للزيرو لو الان راحت لما لا نهايه. ادي الطريقه بتاعتنا. قبل بس ما اوريكم ازاي بنقدر نفصل الداله فاي من الاف اوف اكس، تعالوا نشوف التقسيم بتاع ان انا اخد الاف افصل منها جزء اسميه اكس والباقي اسميه فاي اوف اكس. نشوف الفاي سوري الاكزاكت روت لو عوضت بيه في المعادله دي هيديني ايه. انا عارف ان عند الاكزاكت روت عشان كده كاتب من البدايه اف اوف الفا بزيرو. طب ما تعوض هنا اف اوف الفا يبقى هتساوي اف اوف الفا اللي هي بتساوي الفا سالب فاي اوف الفا، يطلع الكلام ده بزيرو. الفا سالب فاي اوف الفا بزيرو يبقى الالفا بيساوي فاي اوف الفا. الالفا بتساوي فاي اوف الفا، يعني عند الاكزاكت روت الداله فاي دي اللي انا هسميها الاتريشن فانكشن، الداله التكراريه. عند الاكزاكت روت اجي اعوض بقيمه الالفا في الداله فاي الاقيها بتديني نفس القيمه. اعوض بالاكس بخمسه فاي اوف خمسه يديني خمسه. عشان كده اسمهم الطريقه الفيكسد بوينت، يعني ثبت عند الاكزاكت روت الصوره بتبقى هي نفسها العنصر. بص لو انت بصيت للفاي على انه مابنج بياخد الاكس نوت يوديها الاكس 1، ياخد اكس 1 يوديها الاكس 2، اكس 2 يوديها الاكس 3، بيجي عند نقطه يلاقي ان الاكزاكت روت بيروح لنفسه. الالفا بتساوي الفاي اوف الفا. عندها طبعا اول ما توصل للستيب ديت يبقى معنى كده ان انت هتبدا تكرر الخطوات، الاتريشنز هتتكرر. كل ما احط الالفا يديني الفا، فاي اوف الفا يديني الفا، يبقى انا ثبت. عشان كده بيسموا الطريقه الفيكسد بوينت أو اتريشن مثل. تعالوا نشوف المثال اللي موجود عندنا في الكتاب اللي هو مثال 4-5 صفحة 105.
عايزين نجيب جذر للمعادلة f of x أو نحل المعادلة f of x ب x أس 4 سالب 11 x موجب 8. الكلام ده بزيرو. solve this equation. طبعا زي ما اتفقنا انا بدي لك ال f of x، انت بتشتغل خطوة اضافية علشان تجيب السب انترفال المشتملة على الحل. بتتم ازاي؟ بتتم بشكل عشوائي. بفرض قيم للx اهو، ادي الجدول اللي احنا متعودين نعمله، ادي الx مع ال f of x، احط الx بصفر، احط الx بواحد، احط الx باثنين، احط الx بثلاثة. لو حطيت الx بزيرو هيديني الf بثمانية، لو حطيت الx بواحد، واحد وثمانية تسعة سالب حداشر يديني سالب اثنين، لو حطيت الx باثنين هيديني اثنين، لو حطيت الx بثلاثة مش عارف هيدي ستة وخمسين. معك آلة حاسبة بتعوض بالx في الدالة. هنبص للجدول هلاقي فيه تغير في إشارة الدالة بين الصفر والواحد، كانت 8 بقت سالب 2، وفي تغير كمان في إشارة الدالة بين الواحد والاثنين، سالب 2 لموجب 2. يبقى إذن أنا عندي 2 sub intervals. sub interval من 0 لواحد بتشتمل على at least 1 root، والsub interval الثاني اللي بتشتمل على الحل اللي هي الفترة من واحد لاثنين. وانت عرفت من الاسبوع اللي فات بقول دايما there is at least one root، على الاقل جذر واحد. اتفقنا ان اي تغير في اشارة الدالة بيوجد عدد فردي من الجذور داخل الساب انترفال، فعوضت بقيم عشوائية للاكس في الدالة اف، استمريت، حصل تغير في اشارة الدالة من موجب لسالب يبقى عندي جذر هنا او at least one root، حصل تغير في اشارة الدالة من سالب اثنين الى موجب اثنين يبقى في جذر ثاني موجود في الفتره. طبعا المعادله المعطاه معادله جبريه اوف ديجري 4، يعني لها اربع جذور، يعني غير الجذرين اللي انا بجيبهم دول في انذر، في اذر تو روتس، في جذرين ثانيين ممكن يكونوا كومبلكس انا ما اعرفش شكلهم ايه. انما انا دلوقتي عندي جذرين بالتست اللي عمله عندي جذرين موجودين في الفتره من صفر لواحد وواحد واثنين. عايزين نجيب الجذرين دول او نجيب جذر واحد منهم على الاقل. نشوف كده بنطبق الفيكسد بوينت اتريشن ميثود دي بتعمل ايه. باخد الداله اف اوف اكس، زي ما قلت لك الفكره الاساسيه، باخد الداله اف اوف اكس احاول افصل منها اكس والباقي اسميه فاي اوف اكس. طب دي هنعمل دون اللي بركز عليه، بدون ما تغير شكل المساله المعطاه. فانا كل اللي ممكن اخد الداله دهيت، اخد ال11 اكس في طرف وارحل الباقي الناحيه الثانيه، يعني من المساله المعطاه 11 اكس هيطلع الكلام ده بيساوي اكس اس 4 زائد 8، صح ولا لا؟ المسألة كده ما اتغيرتش. لو انا حبيت اكتب المعادلة معادلة صفرية ادخل ال11 هيديني الاصل. طب ما من هنا افصل الاكس، يبقى اذا الاكس بتساوي اكس اس 4 زائد 8 على 11. انا كده غيرت شكل المسألة المعطاة، ما فيش اي حاجة اتغيرت، وبالتالي يبقى انا فصلت الاكس. الجزء المتبقي هسميه فاي اوف اكس، يبقى الاتريشن فانكشن بتاعي هي اكس اس 4 زائد 8 على 11. من الدالة المعطاة أو من المعادلة المعطاة أفصل X وباقي الجزء المتبقي هسميه phi of X. طيب في واحد تاني، أنا فصلت 11 X لوحدها وبعد كده قسمت على 11، طب إيه رأيك أخد ال X أس 4 في طرف وبقية الحدود أوديها الناحية التانية؟ يعني لو جيت من المعادلة المعطاة وكتبت كده X أس 4، الكلام ده وين بيديني 11 X سالب 8، ما أنا ما غيرتش في شكل المعادلة. لو خدت الجذر الرابع لطرفي المعادلة يبقى الاكس قيمتها تطلع بالجذر الرابع ل 11 اكس سالب 8. اصبح عندي الاكس في طرف وبقيه الداله انا مسميها فاي اوف اكس. يبقى اذا انا ما عنديش فاي واحده، ده طلع عندي فاي 2 وعندي فاي 1، لا ممكن اجيب كمان فاي. انت عايز تعمل ايه؟ مش انت عايز الاكس في طرف والباقي تسميه فاي اوف اكس؟ طب ما انت عندك معادله صفريه، ما تضيف اكس لطرفي المعادله،
يبقى انا ما غيرتش اي حاجه. لو اضفت اكس للرايت هاند سايد واكس للليفت هاند سايد هيبقى عندي الاكس بتساوي اكس اس 4 سالب 11 اكس موجب 8 زائد اكس. اضفت في الطرف الشمال او في الطرف اليمين هنا اضفت اكس واضفت الناحيه الثانيه اكس. دي نفس المساله المعطاه بس قدرت افصل الاكس بحيث ان انا اجيب يبقى الاكس اصبحت باكس اس 4 سالب 10 اكس زائد 8 ادي كمان فاي 3. طب وليه بقى اضيف اكس في الطرفين؟ طب انا ممكن اضيف اكس تربيع هنا واضيف اكس تربيع هنا واللي يطلع اخد له الجذر التربيع يبقى انا فصلت الاكس في طرف وجبت الفاي. اللي انا بقوله في طريقه كمان هتستعملوها بكثره في المسائل بتحل لك مشاكل كتير ان انت تاخد من الحدين الاولانيين دول اكس عامل مشترك. يعني يبقى عندي اكس في اكس تكعيب سالب 11 الكلام ده بيديني سالب 8. انا غيرت حاجه في المساله؟ جيت من هنا خدت اكس عامل مشترك فداني اكس في اكس تكعيب سالب 11 التمانية وديتها الناحية التانية. طب يبقى لو حبيت افصل اكس يبقى اصبح عندي الاكس بتساوي سالب 8 على اكس تكعيب سالب 11 ادي كمان فاي. ممكن اضيف اكس اس 5 لطرفي المعادلة وبعدين اخد الجذر الخامس. اللي عايز اقوله ان موضوع ان احنا ناخد الدالة اف اوف اكس وافصل منها اكس والجزء المتبقى اسميه فاي اوف اكس ما هياش يونيك اوبشن، مش اختيار وحيد، لا ده اختيارات عندي عدد لا نهائي من الاتريشن فانكشنز ممكن ان احنا نحصل عليها بالشكل ده. وانت ممكن تجيب اتريشن فانكشن وانا اجيب اتريشن فانكشن معبرين عن المعادله بس احنا الاثنين نجيب اختيارات مختلفه. انت ممكن تاخد الفاي الاولانيه دهيت واحد تاني يجيب الفاي التانية واحد يجيب الفاي التالتة وهكذا. يعني عندي أكتر من اختيار للإتريشن فانكشن فاي. طيب الحكم على هل كل فاي من دول، السؤال هل كل فاي من دول لو أنا استخدمتها هتديني الحل التقريبي أو هتوصلني عند الإكزاكت سوليوشن؟ هو ده التساؤل. هل اختيار لأي فاي لو أنا جيت عايز أجيب الجذر في الفترة من صفر لواحد لو خدت اي نقطه داخل هذه اي نقطه من السب انترفال دي هاخد الاكس نوت بصفر واقوم معوض في الداله دي هيديني الاكس 1 اكس 1 تطلع اعوض بيها اعوض تاني فيها يديني اكس 2 يديني اكس 3. هل اي كل الفايز اللي انا جبتها دهيت هتديني حل ولا في شروط يجب توافرها في الداله اللي انا هسميها الاتريشن فانكشن؟ هو ده الجزء النظري المطلوب إثباته. ما هي الشروط الواجب توفرها في الدالة فاي بحيث أن يحصل عندي كونفيرجنس أقدر أحصل على جود أبروكسيميت سوليوشن أو طبعا نظريا بنقول بنصل إلى الإكزاكت سوليوشن. فالجزء في حد الكلام ده سهل، عرفت إزاي بنقسم الدالة إلى فاي إكس لوحدها والباقي أسميه فاي أوف إكس. طيب عندنا الجزء النظري ده اللي أنا محتاجه اللي هو الكونفيرجنس محتاج بس مننا شويه تركيز. ما هو الكونفيرجنس كونديشن؟ شرط التقارب او الشرط الواجب توافره في الداله فاي في الاتريشن فانكشن بحيث ان انا اجيب جود او اجيب الاكزاكت سوليوشن. شرط التقارب هو اللي انا كاتبه ده. المفروض ان انا لو اخترت اي داله اسمها فاي وجبت من خلال الفاي ابروكسيميت سوليوشن وانا عندي الاكزاكت سوليوشن فالمفروض القيمه المطلقه او الفرق بين الابروكسيميت والاكزاكت سوليوشن لازم يكون اقل ما يمكن او نظريا يقول للصفر كلما ازدادت عدد مرات الاتريشنز. كل ما زاد عدد التكرارات ابص الاقي ان الابروكسيميت سوليوشن بيروح الى الاكزاكت سوليوشن. فما تخلونا نجيب ده، نجيب الفرق بين الابروكسيميت والاكزاكت سوليوشن. بس انا هكتب علامه الابسولوت فاليو في اخر ستيب، هكتبها الاول بدون العلامه وبعد كده ناخد الابسولوت فاليو. فهجيب الفرق بين الابروكسيميت سوليوشن
وبين الاكزاكت سوليوشن. يبقى الابروكسيميت سوليوشن بتاعي هو الاكس ان بلس 1 والاكزاكت هو الالفا. طب انت دلوقتي بتدرس ايه؟ بندرس الكونفرجنس كونديشن، الواجب توفره في الداله فاي بحيث ان المقدار ده يكون فيري سمول فاليو او بيساوي صفر. يبقى انت بتدرس شروط على الداله فاي. يبقى اذا عايز اجيب الكلام ده بدلاله الداله فاي، بدلاله الاتريشن فانكشن. طب ايه تعريف الاكس ان بلس 1 بدلاله الفاي؟ اكس ان بلس 1 بيساوي فاي اوف اكس ان. وايه تعريف الالفا بدلاله الداله فاي؟ الالفا بتساوي فاي اوف الفا. يبقى انا علشان ادرس الشروط الواجب توفرها في الداله فاي حولت الفرق بين الابروكسيميت والاكزاكت سوليوشن الى قيم بدلاله الفاي. خلاص كده؟ تعالوا بقى شوفوا الكلام اللي انتم اخدتوه في اعدادي هندسه. كنت خدت حاجه اسمها نظريه القيمه المتوسطه في التفاضل، المين فاليو ثيوري. نظريه القيمه المتوسطه دي كانت بتقول ايه في الشغل بتاع اعدادي؟ بيقول لك لو عندك داله اف اوف اكس وعندك سب انترفال اي بي على خط الاعداد، لو الداله دي حققت، انا بفكرك بالكلام اللي انت خدته قبل كده، لو الداله دي حققت الشرطين دول، الاف اوف اكس كانت داله متصله كونتينوس فانكشن في الكلوزد انترفال من اي الى بي، الشرط الاولاني، يبقى عندي داله متصله. يعني ايه داله متصله؟ لو رسمتها الكلام اللي هو التريفيال، ارسمها من غير ما ارفع ايدي من على الورقه، او الليمت موجود عند كل النقط بتاعتها. طيب الديفينيشن او الشرط الواجب توفره الثاني، لو الاف اوف اكس كانت ديفرنشيبل فانكشن، داله قابله للتفاضل، الداله القابله للتفاضل على الفتره المفتوحه اي بي، داله قابله للتفاضل بنسميها سموس فانكشن، داله ناعمه، وكل ما ازداد قابليه الداله للاشتقاق كل ما ازدادت النعومه بتاعتها. ليه بنسميها داله ناعمه؟ داله قابله للاشتقاق يعني الاف داش موجوده. طب ما هو ايه التعريف الهندسي للاف داش؟ ميل المماس. فالداله اللي اقدر ارسم لها مماس لازم تبقى سموس فانكشن. الشرطين دول لو اتحققوا في اي داله في الاكس، ان الداله تكون متصله على الفتره المغلقه من اي الى بي، والداله بتاعتي تكون ديفرنشيبل على الاوبن انترفال من اي الى بي، بيقول لك يبقى الرمز ده معناه there exist، يوجد some number c بينتمي للفتره من اي الى بي. اذا الشرطين دول اتحققهم، يوجد اي عدد داخل الفتره من اي الى بي، عند هذا العدد بيتحقق ان الاف داش اوف سي بيساوي الاف اوف بي سالب الاف اوف اي على البي سالب الاي. ماشي يا شباب؟ بصوا كنا احنا حتى في اعدادي كنا بنرسم لكم الداله كده. لو افترضت ان انا عندي فانكشن، الفانكشن بتاعي متصله، يعني بقدر ارسمها بالشكل ده على الفتره من اي الى بي، فكل الشرطين المطلوب توفرهم ان الداله بتاعتي ارسمها بالشكل زي ما انا عملت كده، المقدار ده الداله دي هي الواي بيساوي اف اوف اكس، داله متصله وقابله للتفاضل عند كل النقط اللي موجوده داخل الاوبن انترفال من اي الى بي. لاحظ ان النقطتين دول اصبحوا معلومين، النقطه A واف اوف A والنقطه B والاف اوف B. فالشرطين دول لو اتحققهم بيقول لك يوجد رقم C داخل الفتره من A الى B، عند هذا العدد ميل المماس بيوازي الخط الواصل بين النقطتين دول. يعني لو انا خدت الخط ده ومشيت كده اهوت، هلاقي الخط ده بيوازي الخط. طبعا الميل هنا اللي هو عباره، لو قلت النقطه ديت سي هيديني الاف داش اوف سي، اف داش اوف سي بيساوي الاف اوف بي سالب اف اوف اي على بي سالب اي. المقدار ده هو ميل الخط الواصل بين النقطتين، والاف داش ميل المماس عند النقطه اللي هي داخل.
وكان دايما في اعدادي او في ليفل زيرو في اعدادي هندسه او ليفل زيرو في البرامج، كنت بطلب منكم ايجاد النقطه سي دي بكام، قيمتها بديك داله وبدي لك الانترفال واقول لك هات النقطه سي اللي بتحقق شروط نظريه القيمه المتوسطه. طيب بصوا بقى كده، لو انا بصيت للمنطوق بتاع نظريه القيمه المتوسطه، لو جيت ضربت هنا وسطين في طرفين هيديني الاف اوف بي سالب الاف اوف اي، يطلع الكلام ده بيساوي اف داش اوف سي في البي سالب الاي. وده معناه ايه بقى؟ لو بصيت للاف الاف اوف اكس، لو بصيت لها كمابنج بتنقل من ست لست، بتاخد النقطة A والنقطة B، فالـ A بتروح للـ F of A والـ B بتروح للـ F of B. نظرية القيمة المتوسطة بتجيب المسافة بين الصورتين الـ FB سالب الـ FA بدلالة المسافة بين العنصرين A و B، فقال لك إن الـ F of B سالب الـ F of A هي نفسها المسافة بين الـ B والـ A، بس بضرب بره في الاف داش عند سام بوينت في المسافه من A الى B. يبقى لما يكون عندي اف اوف بي سالب اف اوف A اقدر اشيل الاف، يعني اديني بي سالب A واضربها في الاف داش. الملخص اللي انا قلته ده عن نظريه القيمه المتوسطه في التفاضلات. طيب انا عايز اطبق الكلام ده وانا بدرس الكونفيرجنس كونديشن او شرط التقارب الواجب توفره في الداله فاي، بحيث ان انا اجيب جود ابروكسيميت سوليوشن. فاكس ان بلس 1 سالب الالفا جبتهم بدلاله الفاي، اكس ان بلس 1 هي الفاي اوف اكس ان والالفا هي الفاي اوف الفا. طب ايه رايك لو انا استخدمت نظريه ذات الحد سوري نظريه القيمه المتوسطه وطبقتها على الرايت هاند سايد هنا، فاي اوف اكس ان سالب فاي اوف الفا، يبقى ده هيديني فاي داش اوف سي في الاكس ان سالب الالفا. بدل الاف سميتها فاي، فاي اوف اكس ان سالب فاي اوف الفا، يبقى هي نفسها المسافه بين اكس ان والفا مضروب في الفاي داش اوف سي. طيب تاني فاي داش اوف سي، لاحظ ان انا عملت في الستيب ده هي جبت المسافة بين الاتريشن ان بلس 1 الابروكسيميت سوليوشن الاتريشن اكس ان بلس 1 والاكزاكت روت، جبته بدلالة الاتريشن ان والاكزاكت روت. طب ما انا هطبق الستيب دي اجين، شيل الاكس ان وعوض عنها بدلالة الفاي، وشيل الالفا وعوض عنها بدلالة الفاي. الاكس ان هي الفاي اوف اكس ان سالب 1، فلو والالفا هي الفاي اوف الفا، يعني ده هيديني فاي اوف اكس ان ماينس 1 سالب فاي اوف الفا. المقدار اللي جوه القوس ده اطبق عليه نظريه القيمه المتوسطه اجين، المسافه بين الصور هي نفسها المسافه بين العناصر مضروب في الفاي داش، وعندي بره فاي داش يبقى فاي داش اوف سي الكل تربيع، الكلام ده مضروب في اكس ان ماينس 1 سالب الالفا. اشتغل كمان مرة هيطلع فاي داش أس 3 في اكس ان سالب 2 سالب الالفا. اشتغل كمان مرة، هتبص لو كررت هذه العملية هلاقي الكلام ده بيطلع فاي داش اوف سي أس ان بلس 1، وهنا دي هتقول إلى اكس نوت سالب الالفا. يبقى أنا جبت المسافة بين الإكزاكت سوليوشن بين الأبروكسيم سوليوشن وبين الإكزاكت سوليوشن أهيت، هي عبارة عن المقدار ده في المقدار ده. طب ايه تعريف الاكس نوت؟ ايه تعريف الاكس نوت؟ الاكس نوت نقطة اختيارية، نقطة انا اخترتها بشكل عشوائي داخل الصاب انترفال من A الى B، اي نقطة باخدها داخل الفترة اللي بتحتوي على الحل. طبعا الاختيار بتاع النقطة بشكل عشوائي مش ممكن هيدي لك الاكزاكت سوليوشن، فالاكس نوت صعب ان هي تساوي الالفا. طيب انا عايز ايه بقى؟ عايز ان المسافه دهيت تقول لصفر
تروح للزيرو لما الان تروح لما لا نهايه. ده الشرط اللي انا عايزه عشان اقول ان الطريقه بتاعتي طريقه جيده. يبقى عايز المسافه بين الابروكسيميت سوليوشن والاكزاكت سوليوشن قيمته تبقى بزيرو لما اشتغل عدد كبير من الاتريشن. طيب ده هيساوي صفر امتى؟ اذا الرايت هاند سايد بتاعي كان بصفر. طب الرايت هاند سايد هيساوي صفر اذا كانت الاكس نوت بتساوي الالفا وده استبعدناه. يبقى اللي هيساوي صفر هو المقدار ده اللي هيساوي صفر ليميت فاي داش وفي سي اس ان بلس 1 لما الان تروح لما لا نهايه المقدار ده يطلع بزيرو. طب ما هو المقدار لو حطيت الان بما لا نهايه يبقى بيقول لي مقدار اس ما لا نهايه بصفر. ايه المقدار اللي اس ما لا نهايه يبقى بصفر؟ نعم الكسر. كسر اقل من واحد مش اي كسر. لو انا قلت 4 على 3 مش هيدي لك صفر. اي كسر اقل من واحد اي كسر قيمته اقل من واحد يبقى ده اس ما لا نهايه دي صفر. طبعا ليه بقى؟ لان انت بتقول واحد يعني مثلا لو حطينا نص اس ما لا نهايه نص اس ما لا نهايه هتكتبه ازاي؟ هتكتبه واحد اس ما لا نهايه في البسط على 2 اس ما لا نهايه في المقام فيقوم يديني واحد اس ما لا نهايه بواحد مش كده؟ و2 اس ما لا نهايه بما لا نهايه فيقوم يديني زيرو. طيب يعني مهندسين المستقبل اللي بياخدهم في اعدادي ليميت بيقولوا ان الواحد اس ما لا نهايه بواحد يعني نص اس ما لا نهايه ده معناه واحد اس ما لا نهايه على اتنين اس ما لا نهايه واحد اس ما لا نهايه بواحد واتنين اس ما لا نهايه بما لا نهايه فاداني صفر. التساؤل للمهندسين العظام هو واحد اس ما لا نهايه بواحد ليه واحد تربيع بكام؟ بواحد. واحد اس عشرة واحد اس مية واحد اس مليون. طب واحد اس ما لا نهايه بواحد امال ايه؟ لا دي امال ايه القلق اللي احنا عملناه في اعدادي في اعدادي هندسه ونقول ان واحد اس ما لا نهايه كميه غير معلومه ونشتغل بلوبيتال ومش لوبيتال عشان الواحد الصحيح اس ما لا نهايه بواحد انما الواحد اس ما لا نهايه لما ينشا من عمليه ليميت هو كميه غير معلومه لان انتوا خدتوا حاجه في الليميت خدتوها في الثانويه ورجعت سمعتوها هنا في الكليه حاجة اسمها الإبسلون دلتا ديفينيشن أوف ذا ليميت. أنا لما أقول الليميت بتاع الإف أوف إكس لما الإكس تقول للإي بإل ده التعريف بتاع الليميت. بتبقى أنت عارف إن عمر الإف ما هتاخد الإل ولا عمر الإكس هتاخد الإي. إنما الإف بتقترب من الإل بحيث الفرق بينهم بيبقى مقدار فيري سمول نمبر بتسميه دلتا والاكس بتقترب من الاي بمقدار صغير بنسميه الايبسلون. وبالتالي لازم تبقى انت عارف دي. واحد صحيح اس ما لا نهايه فعلا بواحد. اما الواحد اذا كان ناشئ من عمليه ليميت فهو كميه غير معلومه. خلاص؟ يبقى اذا الشرط عشان يتحقق الشرط ده لابد ان الفاي داش كقيمه مطلقه وفي سي تكون اقل من الواحد. فعلا الشرط ده مطلوب توفره. يبقى الشرط ده بيقول ايه؟ بيقول انت خدت الداله اف فصلت منها اكس والباقي سميته فاي اوف اكس. بس قبل ما تشتغل على الفاي بالطريقه اللي انت عايز تتعامل معاها لانها اتريشن فانكشن وهتجيب لك الحلول لازم تتاكد ان الفاي داش كقيمه مطلقه تكون اقل من الواحد. طب دي انيكواليتي دي متباينه. انتوا عارفين حل المتباينه بيقوم يديني سب انترفلز. حل المتباينه ما بيديش قيم بيدي سب انترفلز على خط الاعداد. فالمفروض ان انت قبل ما تشتغل تجيب الفاي داش تاخد الداله
تاخد الدالة التكرارية تفاضلها كقيمة مطلقة وتحطها أقل من الواحد وتحل المتباينة دي. فالمتباينة هتدي لك sub interval. لازم تتأكد أن sub interval دي كلها موجودة داخل فترة الحل. يعني لو دي اتحلت وطلع أن الفترة بتاعتي هنسميها open interval من LB من LF، يبقى لازم الفترة من LF تكون داخل الفترة من LB. بس أنا بقى مش هدخلك في متاهات حل المتباين، يكفي أن أنت براكتيكالي هنعمل كده. هجيب المشتقة الأولى للإتريشن فانكشن وأتأكد أن هي كقيمة مطلقة عند بداية الفترة أقل من واحد وعند نهاية الفترة أقل من واحد. خلاص؟ لو اتحقق الشرط ده مجازاً ممكن نقول أن هيبقى شرط التقارب اتحقق. الإثبات ده مطلوب يا شباب، في حاجة؟ إثبات سهل، مطلوب بس ان انت تفتكر نظريه القيمه المتوسطه وانا كاتبها لك اهو. طيب تعالوا بقى نحل المساله اللي هو مديها لي اهو. عند المثال اللي انا كاتبه ده عايزين نحل معادله جبريه من الدرجه الرابعه. فبحط قيم عشوائيه للاكس، حصل تغير في اشاره الداله في الفتره من صفر لواحد، يبقى انا عرفت ان انا عندي هنا اتليست وان روت، وحصل تغير في الفتره من واحد لاثنين فعرفت ان انا عندي هنا اتليست وان روت. تعالوا نشتغل على الفتره الاولى من زيرو لواحد. هشتغل بالفيكسد بوينت اتريشن ميثود. يبقى هعمل ايه؟ هاخد الداله المعطاه او المعادله، افصل اكس والباقي ارحله الناحيه الثانيه واسميه فاي اوف اكس. فهاخد 11 اكس بتساوي x أس 4 زائد 8، منها يبقى ال x بتساوي x أس 4 زائد 8 على 11. دي اللي هسميها الدالة phi of x. أسهل أسهل اختيار. طيب شكل الملحوظة اللي دايما أركز عليها، ال phi of x بعد ما كونتها لو حولتها إلى معادلة صفرية يديني الأصل، ما غيرش أي حاجة في المسألة المعطاة. طب الدالة دي هتصلح انها تجيب لي الاتريشنز ولا لا؟ فلازم نشوف الشرط ده. هجيب الفاي داش اوف اكس، فاي داش اوف اكس هيديني 4 اكس تكعيب على 11. نعوض بنقطتين طرفي الانترفال، اجيب الفاي داش اوف زيرو واجيب الفاي داش عند الواحد. فاي داش اوف زيرو بزيرو كقيمة مطلقة ماليش دعوه بالاشارات، فده طلع اقل من واحد. فاي داش اوف 1 هيديني 4 على 11 وبرده ده اقل من واحد. يبقى الفاي داش او شرط التقارب اتحقق في بدايه الانترفال وفي نهايه الانترفال. يبقى ممكن اشتغل على الاتريشن فانكشن ده. يعني يبقى اقدر اخد الصوره اكس بتساوي اكس اس 4 زائد 8 على 11 وعارف ان دي هتديني حل. مجرد ان طلعت تشتغل على دهيات تيجي على الطرف الشمال وتحط سبسكريبت ان بلس 1 وكل اكس هنا تدي لها سبسكريبت ان، والان ده هو العداد بتاعك ياخد 0 1 2 وهكذا. ناخد اكس نوت، اي نقطه من الانترفال اللي بتشتمل على الحل. هاخد اكس نوت عندي بصفر. طيب عوض هنا، حط الكاونتر بتاعك، حط الان بزيرو، يقوم يدي لك ايه؟ يدي لك ال x1 هيساوي x نوت أس 4 زائد 8 على 11. x نوت بكام؟ بصفر. يبقى 0 زائد 8 على 11 اداني 8 على 11 اللي هي قيمتها في الكتاب طالعة 0.72727273. أرجع أحط في الصورة بتاعتي، أحط ال n بواحد يبقى هيديني ال x2، هيطلع الكلام ده بيساوي اكس 1 اس 4 زائد 8 على 11. اكس 1 بكام؟ انت لسه جايبها هي اللي هي ب 7 من 10، يبقى ده هيديني 7 من 10 7 2 7 2 كل ده اس 4 زائد 8 على 11، يدي لك الاتريشن اللي بعد كده وهكذا. فانا حليت المساله. طب هوقف فين؟ زي ما احنا متعودين، لو انا قلت لك ثبت اربع ارقام عشريه يبقى انت كل اتريشن بتبص للاتريشن السابق لغايه ما تثبت اربع ارقام بعد العلامه. او ان انا اقول لك اشتغل
5 iterations 6 iterations مش كده؟ لاحظوا هنا بقى الطريقه دهيت. لو حد منكم ذاكر المحاضره اللي فاتت، انا ما حسبتش الاف عند كل iteration. في الطريقتين بتوع الاسبوع اللي فات البايسكشن ميثود والفورس بوزيشن، كنت كل ما اجيب iteration اجيب الاف عندها، ودي كانت بتبقى مكلفه بالنسبه لي، بتزود وقت التشغيل، الرننج كوست بيبقى يعني بتبذل مجهود. هنا لا، بتعامل بس مع الاتريشنز، ما بجيبش قيمه الاف. خلاص كده؟ طيب انتوا فهمتوا بتمشي ازاي؟ براكتيكالي بقى زي الباشمهندسه ما تشرح لكم في السكشن، انا بعد ما بكون الاتريشن فورميولا جبت الداله فاي وتاكدت ان الداله فاي، باشمهندسين وتتاكد قبل ما تشتغل ان الداله فاي بتحقق شرط التقارب. بعد ما تحقق كل اللي انت هتعمله بقى على الاله الحاسبه اهو، هتاخد، انت عارف ان انت هتاخد الاكس نوت بزيرو. طب انا عايز اخزن الاكس نوت دهيت على الاله الحاسبه، هتكتب صفر. لو انت هتاخد الاكس نوت بواحد هتكتب واحد يساوي. اصبح زرار الانسر في الاله الحاسبه متخزن فيه الاكس نوت اللي هي صفر، تقوم مكون الاتريشن فانكشن بدلاله زرار الانسر. يعني هتقوم مكون الداله انسر اس 4 زائد 8 على 11. كل اللي انت هتعمله، شوف المجهود اللي هتعمله، يعني معاك اله حاسبه، طلع اله حاسبه دلوقتي كده واشتغل، هيبقى انسر اس، بعد ما دخلت الصفر انسر اس 4 زائد 8 على 11، اكتب يساوي. طلع 7 2. اضغط يساوي تاني بقى، اضغط يساوي تاني، يساوي تالت. خدوا بالكم الاتريشنز بتتكرر، المجهود اللي انت بتعمله ان انت بتكتب لي الرقم في الورقه. فانا اشتغلت المساله دهيت طبعا لان انا ببرمج، فاشتغلت المساله دهيت 20 اتريشن. بعد انت طبعا 20 اتريشن مش هياخدوا معاك دقيقه، يساوي لو انت عايز تعرف. فالاتريشن رقم 19 والاتريشن رقم 20. في الاتريشن رقم 19 طالع معايا 0.75714952. اتريشن رقم 20 نفس القيمه دي. باشمهندسين عارفين ده معناه ان انا 1 2 3 4 5 6 7 8 ثبتت 8 ارقام بعد العلامه افتر 20 اتريشنز. بعد 20 اتريشن ثبتت 8 ارقام. طبعا في الامتحان لو قلت لك ثبت 6 ارقام او حاجه هتبص تلاقي نفسك بتشتغل 5 اتريشن او 6 اتريشن. الحل اللي في الكتاب، انا حبيت بس انا هرفع لكم المسائل دي ابعتها لكم. الحل اللي في الكتاب مثبت 4 ارقام بعد 6 اتريشن. طب انت عايز تعرف الطريقه دي سريعه ولا لا؟ لو سمحت حاول تثبت 6 اتريشن باي طريقه من الطريقتين بتوع الاسبوع اللي فات. شوف هتشتغل كام اتريشن. وخدوا بالكم ان انتوا هنا ما بتبذلوش مجهود، مجرد ان انت بتدخل الاتريشن فانكشن وبتضغط يساوي يساوي بتشتغل. تعالوا بقى بصوا كده. لو انت اللي طلع الاله الحاسبه اللي معاه لو سمحتوا. باشمهندسين بصوا. انا عندي اكتشفت وانا بكون الجدول ان انا عندي جذر في الفتره من 1 ل2. خلاص؟ طب ممكن تدخل لي الاكس نوت بواحد وتدخل انسر اس 4 زائد 8 على 11، اعمل كده عشان اجيب الجذر اللي موجود في الفتره من 1 ل2. اشتغلت؟ او الاتريشن طلع بكام؟ 8 1 8. طب اضغط يساوي تاني. 7 6 8. يساوي 7 5. انتوا عارفين اللي حصل؟ عارفين اللي بيحصل؟ انت بدات دي، بس هو بيحسب لك الجذر اللي موجود في الانترفل، يعني ما جابش الجذر اللي هنا. طب السبب ايه بقى؟ ايه شرط التقارب ما اتحققش. يعني لو انا جيت عند الفتره من 1 ل2 واشتغلت على الاتريشن فانكشن دي، فالفاي داش بتساوي 4 اكس تكعيب على 11، عند الاثنين هيديني 4 في 8 يعني 32 على 11 هيطلع اكبر من 1.
يبقى انا ما قدرتش اجيب الجذر اللي موجود في الفتره من 1 لـ 2 بالداله دهيت نتيجه ان شرط التقارب ما اتحققش. طب لو سمحتوا ابداوا الاتريشن فانكشن دهيت وحطوا الاكس نوت ب2، ابدا حط 2 يساوي وبعدين اشتغل. ادالك ايه؟ 2.85. ايه؟ خرج بره الفتره. عارفين خرج بره الفتره راح فين؟ بيبحث عن الجذرين التانيين. ما جابش برضه الجذر اللي هنا. ده سببه كله ان انت ما حققتش شرط التقارب. طب امال الباشمهندسين لو انت عايز تجيب الجذر اللي موجود في الفتره من 1 لـ 2 اعمل ايه بقى؟ باستخدام الطريقه. بنفس الطريقه دي اعمل ايه؟ ادور على اتريشن فانكشن اخرى. ففعلا انا نفذت الكلام دوت وزي ما قلت لك هرفعه لكم. خدت الاتريشن فانكشن اكس اس 4 في طرف فاداني الاكس بتساوي الجذر الرابع ل 11 اكس سالب 8 هي دي الفاي اوف اكس بتاعتي. فضلتها وليت ان هي بتحقق الشروط. وبالتالي لما حطيت فيها الاكس بواحد اداني الجذر. لو انت حبيت تشتغل اداني الجذر، الجذر بتاع المساله بالشكل ده 1.8 8 9 1 8 7 5 مش عارف 9، يعني ثبتت تبع 8 ارقام بعد 20 اتريشة، ثبتت 5 ارقام بعد 6 اتريشة. يبقى مش معنى ان انت اشتغلت على سب انترفال باتريشن فانكشن وعرفت تجيب جذر ان الاتريشن فانكشن نفسها تقدر تجيب لك الجذور الاخرى. لا، الاتريشن فانكشن قبل ما تشتغل عليها لازم تتاكد ان هي بتحقق الكونفيرجنس كونديشن. واضح؟ طيب اخر طريقه، طريقه سهله خالص تعتبر تعديل للطريقه دهيت، ممكن اسميها اتريشن ميثود اللي هي طريقه نيوتن رافسون. الطريقه دي بتعتمد على او هو جاب بدل ما انت بتجيب اتريشن فانكشن فاي 1 وانت بتجيب فاي 2 وانت فاي 3، لا هو وحد شكل الاتريشن فانكشن بس باثبات. يبقى اخر طريقه اللي هي نيوتن نيوتن رافسون ميثود. طريقة نيوتن رافسون بيسموها الميثود اوف تانجنتس، طريقة الممسات. انت خدت الاسبوع اللي فات الفولس بوزيشن ميثود سميناها طريقة الاوتار الميثود اوف كورتز. لو تفتكروا الطريقة دي رسمت الدالة فاصبح عندي نقطتين، النقطتين دول قربت الكيرف لمعادلة خط مستقيم واصل بين النقطتين وجبت تقاطع الخط مع محور اكس واعتبرت ان ده تقريب وكررت الحكايه دي. هنا هيجيب برضو خط يستعيد بيه عن معادله الكيرب ولكن الخط ده معادله مماس. فنيوتن رافسون بيعتمد على المفهوم ده. لو انا عندي الداله بالشكل دون، ادي الجذر الفا اللي ببحث عنه والجذر بتاعي موجود في الفتره من A الى B، فهنا الاشاره سالبه والاشاره هنا موجبه، يعني عندي جذر وعايز اجيب هذا الجذر او اجيب جود ابروكسيميت فاليو. فكل اللي عمله نيوتن مع رافسون اخذوا نقطه داخل الانترفال من A الى B وسموها اكس نوت. اصبح عندي الاحداثيات النقطه دي معلومه اكس نوت والاف اوف اكس نوت. نقطه معلومه على منحنى والمنحنى ده معلوم لان معادله الكيرف الواي بيساوي اف اوف اكس اللي انا رسمتها. اقدر اجيب معادلة المماس، راح جايب معادلة المماس ده وجاب تقاطعه مع محور اكس راح مديله اتريشن اكس 1، راح جايب طالع هنا وراسم المماس وجاب التقاطع راح مديله اكس 2، راح طالع جايب المماس بيديله اكس 3. يعني استعاض عن معادلة الكيرف بمعادلة المماس، هناك استعاض عن معادلة الكيرف بمعادلة الوتر.
وجاب تقاطع المماس مع محور اكس فراح مديله اتريشن. لما كرر العمليه دهيت انت ملاحظ ان انا عمال اقرب من الاكزاكترو، نستمر لغايه الاكيورسي اللي انت عايزه. طيب علشان نشوف الطريقه تطبق ازاي، نجيب نقطه الاكس 1 دي. عشان اجيب نقطه الاكس 1 اجيب معادله المماس، معادله بخط مستقيم بدلاله نقطه والميل، معادله المماس الواي سالب الاف اوف اكس نوت على اكس سالب اكس نوت، يطلع الكلام ده بيديني اف داش اوف اكس نوت، صح؟ طيب عايزين نجيب الاكس 1 يبقى احط الواي بزيرو، عند الواي بصفر الاكس باكس 1 يبقى هيديني صفر سالب الاف اوف اكس نوت على اكس 1 سالب اكس نوت، يطلع الكلام ده بيديني اف داش اوف اكس نوت. نضرب وسطين في طرفين يطلع ان الاكس 1 بيساوي اكس نوت سالب الاف اوف اكس نوت على الاف داش اوف اكس نوت. لو كررت هيديني الاكس ان بلس 1 بيساوي الاكس ان سالب الاف داش اوف اكس ان على سوري الاف اوف اكس ان على الاف داش اوف اكس ان، والان ده هو الكاونتر بتاع 0 1 2 امسون. لو انا بصيت للرايت هاند سايد، خد بالك هو عمل ايه بقى؟ علشان يجيب قيمه تقريبيه كل اللي عمله اخذ نقطه اسمها الاكس نوت وراح طرح منها الاف عند الاكس نوت مقسوم على الاف داش عند الاكس نوت، راح مديله قيمه جديده، خد القيمه الجديده وطرح منها الاف عند الاكس 1 على الاف داش عند الاكس 1، يستمر لغايه ما يحصل التقريب اللي انت عايزه. لو انا بصيت لنيوتن رافسون من منظور الفيكسد بوينت اتريشن بوينت، هلاقي ان هنا الاكس الاكس ان بلس 1 يطلع الكلام ده بيساوي الفاي اوف اكس ان، هي دي الاتريشن فانكشن بتاعي. بس الاتريشن فانكشن اللي هي قيمتها عباره عن اكس ان سالب الاف على الاف داش كلنا هنشتغل عليها، مفيش اختيارات متعدده، وهتشوف دلوقتي من اسرع الطرق في حل المعادلات الغير خطيه او غير الخطيه طريقه نيوتن رافسون. الجذر اللي انت بتبحث عنه بيعتمد فقط على الستارتنج بوينت اللي انت اخترتها، انما السؤال بقى اللي بره الموضوع شويه، هل في كونفرجنس كونديشن يجب توفره في طريقه نيوتن؟ في كونفرجنس، في مش انا لو بصيت لها الاكس ان بلس 1 بيساوي فاي اوف اكس ان، يبقى الطريقه دي عشان تتقرب لازم الفاي داش كقيمه مطلقه تكون اقل من الواحد. فانت لو فضلت اكس سالب اف على الاف داش هيديني واحد سالب اف داش تربيع تحت، وبعدين مقام تفاضل باص سالب باص تفاضل مقام، وتحط الكلام ده كله اقل من الواحد هيدي لك شرط التقارب. الطريقه دي مع الفيكسد بوينت من المميزات بتاعتها ان انا ما بضطرش احسب الفانكشن ايفالويشنز، ما عدتش بلجأ لها خالص، مش محتاج اجيب الاف. بس من وجهه نظرك لو بصيت للفورميولا بتاعها ايه عيوب الطريقه دي؟ ايه عيب الطريقه دي يا شباب؟ اي فورم، اي صيغه رياضيه يكون عندك فيه كسر، فيه بسط وفيه مقام، بيبقى القلق عند المقام، الخوف ان المقام يدي صفر. طيب لأي دالة الاف داش بيساوي صفر يعني ايه؟ يعني ايه المشتقة الأولى تساوي صفر؟ يعني ميل المماس أفقي. طب امتى الكيرف بيكون ميل المماس أفقي؟ طريقة نيوتن بقول لكم من أسرع الطرق، من أسرع الطرق، وهتبان دلوقتي لما هبعت لكم مسائل محلولة بالأربع طرق، المثال الواحد محلول بالأربع طرق بحيث إن أنتوا تقارنوا. في حالة لو في جذرين قريبين جدا من بعض، فطريقة نيوتن في الحالات اللي زي دي أحيانا بتفشل. بسبب كده إن at some points داخل مناطق الحل بلاقي ان الاف داش بتبقى بزيرو. بصوا كده يعني ايه جذرين قريبين من بعض؟ يعني لو انا عندي جذر الفا 1 وجذر اسمه الفا 2، بس انا
انا مكبر بس عشان المسافه، ان انا ممكن اجيب لك جذر موجود عند 1/10 والجذر الثاني عند 2/10. خلاص، معنى وجود جذر عند الالفا 1 يعني المنحنى بتاعي بيتحرك من موجب لسالب او سالب لموجب عشان يقطع محور اكس. هفترض انه عمل كده. طيب هو عايز في جذر ثاني عند النقطه الفا 2، فهتبص لك المنحنى يحصل له اصبح شكله عامل كده. انا من بدايه الحل لما كونت الجدول قلت ان الحل بتاعي موجود في الفتره دهية. الفتره دهية اللي انت شغال اليها بتشتمل على الجذر اللي انت بتبحث عنه. لما بيكون الجذرين قريبين من بعض سواء بالقطع كده او كده، هتبص تلاقي في نقط عندها الميل افقي، فالنقط دي ممكن تصادفك في الحل، وبالتالي يحصل عندها ان الاف داش تبقى بزيرو، والمقدار ده يقوم يدي لك ما لا نهايه، وتلاقي الكمبيوتر هنج او الاله الحاسبه ادت لك ايرو. يعني طريقه نيوتن رافسون بتفشل او احيانا بتفشل لو في حاله الجذور القريبه جدا من بعض. تعالوا نحل المثال ده بنيوتن رافسون. عرفنا ان الصوره بتاعت الاتريشن فورمولا بتاعت نيوتن رافسون اكس سالب اف على الاف داش. طب الاف هي، يبقى احسب الاف داش. الاف داش اوف اكس هيديني 4 اكس تكعيب سالب 11. اكون الاتريشن فورمولا هكتبها بدون ان، وفي اخر خطوه اكتبها الاكس بتساوي اكس سالب اف على الاف داش. يبقى الكلام ده هيديني اكس سالب الاف قيمتها اكس اس 4 سالب 11 اكس زائد 8، والاف داش انت حاسبها 4 اكس تكعيب سالب 11 وحد مقام 4 اكس تكعيب سالب 11 يدي لك 4 اكس اس 4 سالب 11 اكس سالب اكس اس 4 موجب 11 اكس سالب 8. والاخطاء بقى المهندسين المستعجلين، الاقي طالب بيفاضل غلط، الاقي مهندس محترم الاشاره السالبه ده هي لازم تغير اشارات كل الحدود اللي في الباص يغلط فيها. هنا 4 سالب 1 يديني 3، يبقى 3 اكس اس 4 و11 اكس راحت مع 11 اكس راح مديني سالب 8 على 4 اكس تكعيب سالب 11. ادي الاكس، احط هنا سبسكريبت ان بلس 1 وهنا سبسكريبت ان، والان بتاخد 0 1 2. ادي الصورة اللي هشتغل عليها. زي الاتريشن فورمولا، هتدخل الاكس نوت وتكتب يساوي، وبعدين تدخل الاتريشن فانكشن. فلو سمحت نفذ، دخل اكس نوت بزيرو وكون 3 انصر اس 4 سالب 8 على 4 انصر تكعيب سالب 11. ادالك ايه؟ نعم، ادى 7 2 مش كده؟ اول اتريشن ادالك اكس 1 ادالك بوينت 7 2 7 2 7 2 7 3 ماشي. الاتريشن اللي بعديه ادالك ايه؟ 7 5 6 8 صح؟ صح الناس اللي شغاله؟ الاتريشن اللي بعديه اداني 7 5 7 1 4 9 1 8. تخيلوا في الاتريشن رقم 6 نيوتن رافسون ادتني 7 5 7 1 4 9 5 1 6. يعني بعد 6 اتريشن ثبت 9 ارقام بعد العلامة. خلاص؟ تعالوا بصوا بقى لو سمحتوا الملاحظة دي. لما جيت انت تجيب الجذر اللي موجود هنا بطريقة الفيكسد بوينت اتريشن ميثود عملت ايه؟ اضطريت ان انت تغير الاتريشن فانكشن. في نيوتن لا، هتغير الستارتنج بوينت. طب حاول تحط الاكس نوت بواحد في الصوره دي، ما الصوره دي مش هتتغير، انا ما عنديش اي اختيارات. لا، حط الاكس نوت بواحد هيدي لك نفس الجذر اللي جبته لما حطيت الاكس بصفر. انت عايز تجيب الجذر اللي موجود داخل الفتره دهيت، حط الاكس باتنين. بص نيوتن بتعمل ايه بقى في المسألة دهيت على خط الأعداد. نيوتن رافسون بتحسب الجذر الموجود لأقرب نقطة
لنقطه الستارتنج، اقرب جذر من الستارتنج بوينت بتحسبه. فانت عندك جذر في الفتره من صفر لواحد، الجذر ده عند 7/10، وعندك جذر قيمته 1.8 في الفتره من 1 لـ2، لان الاشاره هنا موجبه، الاشاره هنا سالبه، الاشاره هنا موجبه. فلو انا خدت الاكس نوت بصفر في صوره نيوتن، ما عنديش جذور بره، فاضطر يجيب الجذر ده. لما خدت الاكس نوت بواحد، الجذر الاقرب للواحد هو 7/10، فراح يدي لك سواء خدت ده او ده او اي نقطه في الوسط، راح مديني 7/10. انما لما جيت لما حطيت الاكس نوت باتنين، فلاقي عنده نقطه 1.8 اقرب، فراح حسب. يبقى اذا الجذر في طريقه نيوتن بحسبه، ولكن بيجيب لك اقرب جذر للستارتنج بوينت. عشان كده الطريقه دي بتعتمد على اختيارك للستارتنج بوينت. كده خلصنا الشطر.